بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 86. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل في الحلال غنية عن الحرام، وبين لعباده تفاصيل الأحكام. الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم في هذه الحلقة إن شاء الله في بيان أنواع من المعاملات الربوية الواقعة بين الناس اليوم، ليتجنبها المسلم ويحذر منها خوفا من عذاب الله تعالى، وابتعادا عن المكسب الخبيث الذي يكون وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة. فأحد هذه المعاملات الربوية وأشدها قلب الدين على المعسر. إذا حل ولم يكن عنده سداد زيد عليه الدين بكميات ونسبة معينة حسب التأخير، وهذا هو ربا الجاهلية، وهو حرام بإجماع المسلمين. قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ففي هذه الآيات الكريمة جملة تهديدات عن تعاطي هذا النوع من الربا. أولاً، أنه سبحانه نادى عباده باسم الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا، وقال: إن كنتم مؤمنين، فدل على أن تعاطي هذا النوع لا يليق بالمؤمن. ثانياً، قال الله تعالى: اتقوا الله، دل على أن الذي يتعاطى الربا لا يتقي الله ولا يخافه. ثالثاً، قال تعالى: وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا هذا، أي اتركوا، وهذا أمر بترك الربا، والأمر يفيد الوجوب، فدل على أن من يتعاطى الربا قد عصى الله سبحانه وتعالى. رابعاً، أنه سبحانه أعلن الحرب على من لا يترك التعامل بالربا، فقال تعالى: فإن لم تفعلوا، أي لم تتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا أنكم محاربون لله ولرسوله، ومن يستطيع محاربة الله ورسوله. رابعاً، أنه سبحانه سمى المرابي ظالما، وذلك في قوله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن المعاملات الربوية القرض بالفائدة، بأن يقرضه شيئاً بشرط أن يوفيه أكثر منه، أو يدفع إليه مبلغاً من المال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة، كما هو المستعمل في البنوك، وهو ربًا صريح. فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة، فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية معينة، تزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد، ويجتمع في ذلك الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. ومن المعاملات الربوية ما يجري في البنوك أيضا من الإيداع بالفائدة، وهي الودائع الثابتة إلى أجل، يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل ويدفع لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المئة، كعشرة أو 5%. من المعاملات الربوية بيع العينة، وهي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص ثم يعود ويشتريها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل. وسميت هذه المعاملة بيع العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا، أي نقدا حاضرا. والبيع بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصل إلى الربا، وقد جاء النهي عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. وهذه المعاملة تجري
بين كثير من الناس. أيها المستمعون الكرام، احذروا من دخول الربا في معاملاتكم واختلاطه بأموالكم، فإن أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر، وما ظهر الربا والزنا في قوم إلا ظهر فيهم الفقر والأمراض المستعصية وظلم السلطان، والربا يهلك الأموال ويمحق البركات. لقد شدد الله الوعيد على آكل الربا وجعل أكله من أفحش الخبائث وأكبر الكبائر، وبين عقوبة المرابي في الدنيا والآخرة، وأخبر أنه محارب لله ولرسوله، فعقوبته في الدنيا أنه يمحق بركة المال ويعرض المال للتلف والزوال. فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق والفيضان، فيصبح أهلها فقراء بين الناس بسبب التعامل بالربا. وإن بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابها فهي ممحوقة البركة، لا ينتفعون منها بشيء، وإنما يقاسون أتعابها ويتحملون حسابها ويصلون عذابها. والمرابي مبغض عند الله ومبغض عند خلقه، لأنه يأخذ ولا يعطي، لأنه يجمع ويمنع، لأنه لا ينفق ولا يتصدق، لأنه شحيح جشع جموع منوع، تنفر منه القلوب وينبذه المجتمع الذي يعيش فيه. وهذه عقوبة عاجلة، وعقوبته الآجلة أشد وأبقى، كما بيّنها الله تعالى في كتابه: وما ذاك إلا لأن الربا مكسب خبيث وسحت ضار وكابوس ثقيل على المجتمعات البشرية. نسأل الله السلامة منه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.